تسأل زول يقول لك انه انا بتابع الانصرافي لانه هو من كردفان، لانه هو من النيل الابيض، ما حتسمع الكلام. لا لا، هو من الشماليه ولا حتسمع، لانه هو من الكواهله. لا لا لا، هو طبعا طلع هو من عن الكردفة. لا لا لا، اسمع زول من عن المحس، ما حتلقى في عامل يقودك لانك تتابع الانصرافي الا الطرد. وإذا اعترضت على الانصرافي وكنت ضد الانصرافي أيضا لن تكون ضده إلا عبر طرح. لكن الليلة أنت كنت ضد أبو عفنان، ما تكون ضدي في الطرح، بس ممكن جغرافي تيمك لمعك، ممكن شكلي ده ذاته متعبك. الليلة أنت لو ضد عثمان زنون أحيانا ما تكون ضده بس تحت مسمى طرحه، لا لا، احيانا كده انت شايفه هاي عاملين فيها من شريط نيلي، ما سمعناه كثير ناس هاجموا عثمان سنو تحت ذلك المسمى، خاصة عندما يوم من الايام قال لهم انه انا جدي رب الناس، فقاموا قال لهم شايفين عنصريتهم. فالصورة الصحيحة الفرض الانصراف على المجتمع السوداني انه اجبرنا انه نتعامل معه معاملة بتاعت زي ما بيقولوا طرح اكثر من معامله بتاع الطارح. ليه؟ لما بنعرف الانصراف ده شكله كيف، ومنياته قبيله، ومنياته جغرافيه، وجيه ولا شين، طويل ولا قصير، بدقن ولا بدون دقن، مسفسف شعر ولا حالك صرع، ولا اصلا ما عندنا تفاصيل. اذا غدرناه وغدرناه طرحا، اذا هاجمناه هاجمناه طرحا، وده المفروض يكون مبدا العقليه بتاعت المواطن عندما يتعامل مع المواقف، وخاصة لما تكون مواقف وطنية. عشان نمرق الوسخ اللي فينا ذاك بتاعت انه نحن الليلة مع مناوي، ونحن من المفروض يا اخي نحن كأبناء هامش نكون مع اللغة اللي قاعدين نسمعها. أو بجي آخر أخرى برضو أطراف أخرى تدعم بطابع جغرافي أنا أتوقع في مساحة كبيرة جدا. عشان كده لو جينا قعدنا وقلنا أي زول يجيب الناس مثلا مقتنعة بطرفه وقعدناه وحاولنا بعد ذاك نطلع الدائرة عشان شافك وجيه دعمك، أو زي ما بيقول مؤيدك اللي شافك من جغرافيته نطلعك، الشافك زي ما بيقولوا من قبيلته نطلعك، بعد شيء بنلقى إنه متابعينك ممكن يكونوا في مجال الطرح فقط، ممكن يتحسبوا بالأصابع. لكن قلت لك الميزة الوضع الانصرافي في التعامل معه انك لا يمكن انك تتعامل معه جهويا كقبيله ولا كجغرافيا ولا كشكل، يعني شكله عاجبني يعني ولا كشكل، ما تقدر تصل معه مرحله. فرض عليك انك تتعامل معه من جانب التطرف. عشان كده قلنا لكم زمان كان اصلا من قاموا قالوا رئيس وزراء، فقلت ما هي المعايير اللي احنا بنقيس بها رئاسة الوزراء؟ عاطفة بتاعت شعبي كده غريبة، معيار انت قست به انه الاصابع يكون رئيس وزراء. فخلاني طلعت ما بين الطارح والمطروح، طلعت لايف كتبت عليه العنوان ده الطارح والمطروح، لانه احنا كمجتمع عندنا مشكلة كبيرة جدا، دارين نتعامل مع الطارح اكثر من المطروح. بمعنى شنو؟ بمعنى انه ابو فنان ده بغض النظر قال لنا كلام سمع ولا ما قال لنا كلام سمع زولنا، وده غلط، وده غلط. انت محتاج ترحي اكثر من محتاجنا انا، لانه اذا دار تبني علي انا ممكن اكون ضال وممكن اضل، يعني حتى لو ما كنت ضال ممكن النفس دي ما قالوا اماره بالسوء والاشتروم كتاره تحت زي ما بيقولوا خط الوطنيه. لكن الطرح هو اللي بيقدر المفروض تجيب عليه، لانه في كل الاحوال الناس هسه لو لاحظت واحد يقول لك قال والله توني منو والله توني ما يحكمونا فلان، منو تاني بيحكمنا ما يحكمونا، اولاد فلان ما بيحكمونا تاني، فبقينا بنحدد بكلمه المد ونحن دارين الكيفيه. فالطرح هو الكيفيه اللي انت ممكن زي ما قال تستفيد منها وتحاول بقدر الامكان تصحح بها بعض اخطائك، وتحاول بقدر الامكان تجود بها بعض شنو ايجابياتك. اما الطارح ده يخ ما تجيب عليه كثير، الطارح ده ما تجيب عليه. اذا امنت بي انا فانا اذا شاركت الا تشرك معي بس،
ما في طريق. لكن إذا آمنت بالمادة اللي بقدمها وآمنت بالطرح اللي بقدمه فتأكد تماما أنا ماشي، أنا ولا أعتبر شيء. ليه؟ لأن في كل الأحوال الطرح هو اللي كان خلاك إنه يكون عندك احترام وتقدير بالنسبة له، وليس شخصيتي وشكلي ولبسي وأناختي ومنطقتي وقبيلتي والكلام الفارغ ده. فالإصرار في كسر هذه الحواجز، ومفترض دي ذاتها تكون رسالة لكل الناس. وإلى الآن قاعدين نقول تعالوا نتعامل بالطرح ما بالطارح. ما ممكن ترفض رسالتي الوطنية بموجب إنه أنا ابن غريب، أو ترفض رسالتي الوطنية بموجب إنه أنا ابن شمال، في حين إنه دار تتقبل رسالتي العنصرية لأنك أنت من الغرب وأنا من الغرب، دار تتقبل رسالتي العنصرية، أو تتقبل رسالتي العنصرية لأنه أنا من الشمال وأنت من الشمال. ده المفروض يكون مرفوض، وده المفروض يكون ما موجود. فلذلك أنا أتوقع نحن ما محتاجين ظهور الإسراف على قدر ما إنه نحن محتاجين طرحه نناقشه، في طرحه نأيده، في طرحه ننتقده، في طرحه بدل من إنه يجي يعني زي ما قالوا يظهر لنا بعد شيء تلقى بعد ذاك الناس تاني ترجع للعادة القديمة. لا شايف إنه طلع الإنصرافي نفسي وطلع شكله من الناس، في خليه يكون كده نحاجه، يعني حجتنا تكون معه في الطرح.